السلام عليكم شباب، شوفوا شنو صحنا. رجعنا فيديو جديد من لعبة كلاش رويال. مثل ما شفتوا انسان مسرق الفيديو، لان راح راويكم ايش كل ساحر تجميد سويت. شكون سوي تحدي بين ساحر تجميد والسوار، سوي شي نفلش الابراج وتلقي السخرجات. هذا التحدي سويته انا واخوي، ان شاء الله يعجبك. خلينا خلصنا عشان نجمع المستخرجات ونبدأ. خلنا هذا المستخرج، خد بعد واحد وعندي هسه نبدأ. عندي مساحة تجميد، نشوف شكم واحد نقدر نسوي. احنا ما حاولنا هواي مساحة تجميد، لو حاولنا هواي كان جبنا هواي يعني ساحة تجميل. بس الساحة شوفونا هاي من أول محاولة. ساحة تجميل خاصة كلش قوي، مو يعني بسرعة تسحب. المدى ما بعيد، مثل ما شفنا صاموا 10، هذا مات أول واحد، صاروا 9 لما نزلتهم. شوفوا المفروض صاموا 11. هاي مع السحر تجميل خلصت، حروح نشوف السبارك ايش كم راح يسوون. هم راح يسوون تم مسرعة الفيديو، ونشوف ايش كم سبارك يسوون. بس مارك كلش قوي، ما ينزل يعني هو ساحر تجميل اصلا. سجلنا مستخرجات من كل شيء، عندنا مستخرجات. ها صار في مسبارك ونكسبهم. في مسبارك عشان ما يبطي مجال. نزل الثالث. الرابع هذا الخامس السنة الجاية تزينا ضحكة. السنة القدم خمسة، وهذا السادس السنة الجاية. مثل ما شوفوا بعد ما نسطر عليهم، وكله من أول محاولة بل ما سوى. مثل ما شوفوا إن شاء الله عجبكم الفيديو، هنا وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبك المقطع دوس لايك، لا تنسى الاشتراك في القناة. مع السلامة. سبسكرايب يا غني.